استهداف ممنهج اعتمدته إيران لإلحاق أضرار أمنية واقتصادية بدول الجوار. انفجار ضخم في أحد أنابيب النفط الرئيسة في البحرين، محاولة تخريبية إيرانية لتفجير أنبوب النفط السعودي البحريني. المعاينة الأولية كشفت أن الحادث بفعل فاعل وناجم عن توجيهات واتصالات مباشرة من إيران. خارجية البحرين اعتبرت الحادث تصعيداً إيرانياً هدفه الترويع. بعد ساعات من إخماد الحريق ووقف أنبوب النفط المشتعل، أعلنت السعودية تضامنها مع البحرين ضد الإرهاب الإيراني بالمنطقة. بعد تعليق المملكة ضخ النفط إلى المنامة، أعلنت بابكو استئنافه مجدداً. مطالبات دولية لردع عدوان إيران ونسف أجندتها التخريبية بالمنطقة والعالم.